اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بضيف العزيز منورني في استوديو دكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب والتطوير. اهلا بك يا دكتور شريف. اهلا وسهلا كابتن ياسر، منورنا، ويمكن ده تاني لقاء لينا مع بعض. سعدنا. واحنا طبعا لاهميه التخصص طبعا اللي حضرتك يعني استاذ فيه كبير، كان لازم نفرد وقت طويل في الحلقه، لانه ده انا شايفه يمكن في بعض الاحيان بيتفوق على الاعداد البدني والفني، وازاي توصل في الملعب ان انت اداء كبير، وده اللي بيفرق بين اللعيب والتاني ونجم والتاني. الاول عايزين نوضح للساده المشاهدين ايه الفرق، يعني ايه الفرق او ايه الاهميه ما بين لعيب بيشتغل على نفسيته وعلى المنتاليتي بتاعته، وازاي لعيب بيهتم بس بالناحيه الفنيه ومهمل الحته النفسيه والمنتاليتي، مش اللاعب بس وكمان اي اداره رياضيه لازم تهتم بده. ايه الفرق بين الاثنين، وليه العنصر ده مهم جدا في اداء اللاعب؟ انا شكل الاستضافه طبعا اول، وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي. اول حاجه، الحاجات اللي يمكن قياسها دايما بتبقى سهله. انا اقدر اقيس الفيزيكال، يعني السبرنتات كان بيعمل كام في زمن قد ايه، في الجيم بيشيل كام بنش وكام رجلين، دي حاجه يمكن قياسها. اقدر اقيس المهاره، بيسدد لي كام كوره من فوق الحيطه، افترض الكوره هي اللي اكتر حاجه، او الباسكت عشان الكابتن هيثم يعني بيجيب كام رامي حر، بيجيب كام من نسب كام. نسب سهله، سهل سهل نقيسها. السكاوتنج عندي وبيطلع لي النسب على طول، بس انا ما اقدرش اقيسه اللي هو المنتاليتي، ما اقدرش اقيسها. ليه بقى؟ لان هقيسها ازاي؟ هقيسها ازاي مستوى توازنه الانفعالي في المنطقه دي كده؟ ما ممكن انا يعني اللي يغرني فيها ان اداؤه الفني جيد، بس انا مش قادر اقيس اداؤه النفسي. عشان كده الحاجه اللي احنا ما بنعرفش نقيسها كويس يقول لك اعرفها ازاي دي؟ نسيبها بقى تيجي لوحدها. الاجانب ما عندهمش الكلمه دي، مفيش حاجه اسمها نسيبها تيجي لوحدها، كل حاجه بره ليها شغل. هو يقول لك احنا عندنا حصص منتاليتي، وحصص سيكولوجي يعني، وحصص فيزيكالي، وحصص تكنيكال، وحصص تكتيكال، فبيشتغل كل حصص لازم ياخدها. يعني يقول لك ايه؟ الفرقه عندها ماتش مهم جدا، فعايزين حد نفسي يقعد معاهم. مش هيعمل اي حاجه. مش بيعمل حاجه فعلا، يعني حاجه سريعه كده. قال لي هي يقول لك ايه يعني رتوش حبايه، ايوه رتوش حبايه تاخدها قبل الماتش. لكن هل هو مبني جاع. هل هو مبني كويس ولا لا؟ نقول عليه بقى الصلابه النفسيه. لا انا عايز اقف على مبني دي. مبني كويس ولا لا؟ يعني يا دكتور، هو الاعداد النفسي والاعداد واعداد اللاعب للتطوير وقابليته للتطوير، ده بناء مبنيه زي الناحيه الفنيه والمهاريه؟ طبعا طبعا. اقول لك اللعيب ما خدش اي حاجه خالص في الجزء ده، لا هو في الاشبال ولا هو في الناشئين ولا هو في الشباب، ما سمعش عنه خالص. وبعدين فجاه هو في المنتخب عايز تجيب حد، يقول لك جايبين حد للمنتخب. فاول سؤال بنساله على طول، اللعيب ده سمع الكلام ده قبل كده؟ عمره ما سمعه قبل كده. بره مش كده بقى، بره عندهم الحصص دي بياخدها زيها زي كل التكنيك والتكتيك، كل زي بدري جدا عشان يعمل البناء النفسي ده. بيقول عليه الصلابه النفسيه. الصلابه النفسيه مبنى مش وجبه، يعني مش هاخد ديالو النهارده وخلاص كده اطمنت عليه، لا ده كل يوم بنبني حتى فيها. لان البذره اللي بنزرعها دي عنده وهو صغير، مع الوقت تبقى شجره، والشجره تبقى جنينه، فاصبح عنده صلابة. متانه، متانه في الملعب، ما بيضغطش بسهوله. يقول لك فلان فلان عنده ثبات انفعالي. مفيش حاجه اسمها ثبات انفعالي، في حاجه اسمها توازن انفعالي. يعني ايه بقى؟ احنا نسمع كلمه ثبات انفعالي كتير، انا بسمع دايما توازن، كلنا بنسمعها ثبات زمان. يعني عنده ثبات انفعالي، ثبات. مفيش حاجه اسمها ثبات، كلمه انفعال دلوقتي انت صحح لنا الاكسبريشن، هو اسمها توازن انفعالي، توازن او اتزان انفعالي. ثبات يعني هو كده، مفيش حد كده الا اللي ما عندوش عقل ولا قلب. هو اللي كده ده انا طبعا الحقيقه ابسن داونز دي اللي هي تقول التوازن الانفعالي. ابسن داونز يعني انا بلعب في منطقه معينه، لا بهايبر قوي فوق ولا انا بقع خالص تحت، هي دي التوازن الانفعالي. فلازم يعني اشتغل على البالانس مش على الاستابيليتي. مفيش حاجه اسمها استابيليتي، طبيعي جدا اللعيب يطلع وينزل معاك، لكن هو بيطلع لحد فين وينزل لحد فين. هدخل معاك كده في منطقه العالم كله بيتكلم عليها، اللي هي عقليه رونالدو. رونالدو لعيب الكره بيدرس بقى دلوقتي بره، ده بقت بيدرس يعني بقى ديفينيشن او تعريف بالظبط كده كبير. رونالدو، هو رونالدو عقليه رونالدو بيعمل ايه؟ ما هو حريف زي الحريف؟ لا مش زي الحريف. رونالدو عنده مبادئ في المنتاليتي، مايند سيت، عنده مبادئ كده بيشتغلها، وبقت الناس المدربين مع اللعيبه الصغيرين بيمرنوا بقى الكلام ده. وانا عملته على فكره مع لعيبه صغيرين في اماكن كتير في الاكاديميات. يعني بيعمل ايه رونالدو ده؟ يقول لك المهارات دي عند ناس كتير قوي، بس هو في حاجه عنده هنا مختلف عن الناس التانية. يعني كنت اتفرج قريب على ماتش النصر والاهلي السعودي، كويس؟ رونالدو بيجيب جون
رونالدو اللي عنده خلاص داخل على الـ40 ده بيحتفل بالجون بتاعه زي اول جون جابه وهو ناشئ. الشغف نفس الاحتفال. فيقول لك هو ما عندوش اكتفاء، فده اللي مخليه ماشي كده. ما عندوش اكتفاء. لك الحياه عباره عن مجموعه قمم وليست قمه، فكل ما يطلع على قمه يبص ايه التانيه فين، القمه التانيه فين، وينزل ويطلع. هو طبعا ينزل على القمه دي عشان يطلع طبعا، وهو ماشي بقى حياته كلها كده. فقالوا مجموعه حاجات هي اللي عملت مع رونالدو النقله دي. ممكن ناخدهم كده نتسلى فيهم. يلا بالعكس، انا ليه بقول كده او المهم نتكلم فيها؟ عشان اكيد بيتفرج علينا ناشئين، بيتفرج علينا لعيبه في الدرجه طبعاً الاولى طبعا، وهو يمكن لاول مره هيسمع كلام حضرتك.